قال: وعن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفراء. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث ابن عباس السابق، لأن ما شاهده في هذه الرواية لعله شاهده في وقت غير وفي زمن غير الزمن الذي شاهد فيه ابن عباس، مما يدل على أن الراية ليست محصورة في لون معين، وإنما تتخذ من أي لون إذا كان فيه تمييز، خصوصا إذا اتخذ الأعداء نفس اللون الذي اتخذه المسلمون، فللمسلمين أن يغيروا لون راياتهم وألويتهم حتى لا يلتبس أمرهم بأمر الكفار. هذا الحديث تكلم فيه الإمام الشوكاني وبين أن هذه الرواية يحتمل أن تكون مرسلة ويحتمل أن تكون متصلة، ذلك لأن الراوي الذي رأى راية النبي صلى الله عليه وسلم مبهم، ولا ندري هل هو من الصحابة أو لا، ويحتمل أنه رأى هذه الراية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه رآها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا النوع من الحديث قال لا يصلح الاحتجاج به لقيام الاحتمالات التي تجعله حديثا ضعيفا، فهو إما أن يكون مرسل، وإن كان مسندا فالراوي مبهم. نعم، إبهام الصحابي لا يضر، لكن لم يثبت عندنا أنه من الصحابة، حيث الحديث لم يشر إلى شيء من ذلك. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. وهذا الحديث يتوافق مع حديث ابن عباس، حيث سمى أن اللواء أبيض، والمراد بدخوله مكة دخوله يوم الفتح، لأنه في يوم الفتح دخل وقد لبس المغفر ولم يكن محرما، فاستوجب أن يكون له لواء لأنه متهيئ لقتال أهل مكة لو واجهوه بالقتال، بخلاف دخوله مكة في غير يوم فتحها، فإنه كان يدخلها وهو محرم، ومعلوم أن المحرم لا يقاتل. قال: الحديث رواه الخمسة إلا أحمد، يعني أصحاب السنن الأربعة. ثم قال: وعن الحارث ابن حسان البكري رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني كأنه يخطب، وبلال رضي الله تعالى عنه قائم بين يديه متقلد بالسيف، وإذا رايات سود، والرايات جمع راية، سود يعني ألوانها، وهذا هو الذي حمل كثير من أهل العلم على أن يفرقوا بين الراية وبين اللواء، إذ الراية يمكن أن تعقد لأكثر من شخص في الحرب الواحد،
لأنهم يمثلون أمراء الفصائل. وأما اللواء فهو مقصور على الإمام. قال: فسألت ما هذا، ما هذه الروايات؟ فسألت: وإذا رايات سود، فسألت: ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قدم من غزات، أي رجع من حرب ومعه هذه الفصائل، وقد عقد لكل أمير في هذه الفصائل لواء راية، ولذلك تعددت الرايات. قال: الحديث رواه أحمد وابن ماجة. وفي لفظ: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، يعني ممتلئ، وإذا رايات سود يعني قائمة، وإذا بلال رضي الله تعالى عنه متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يشر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، وقد عرفنا أنه كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب. قلت: ما شأن الناس، يعني ما حالهم؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ هذه السرايا وعقد اللواء فيها لعمرو بن العاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، وربما خطبته في الناس إنما كانت كما هي شأنه عندما يجهز الجيش، أن يعظهم وأن يأمرهم بتقوى الله، وأن يأمر الإمام أن يتقي الله في الجيش، ويحثهم على أنهم لا يقطعوا شجرة ولا يقتلوا راهبا ولا شيخا ولا امرأة ولا وليدة إلا إذا شاركوا في الحرب، فيكون الحال الذي وجد فيه الحارث بن حسان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حال من يؤهب الجيش للقتال. لكن الخلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية أن الرواية الأولى ظاهرها أن عمرو بن العاص عاد من القتال، عاد بالجيش، وأما الرواية الثانية فظاهرها أنه يدفعهم إلى أو يجهزهم للقتال. ثم قال رحمه الله: وعلاقة هذا الحديث بالترجمة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب السرايا حيث عقد لكل سرية راية، وأنه اتخذ الرايات، وقد عرفنا أن موجبها هو ترتيب الجيش وترتيب فصائل الجيش، وأن الرايات قد تختلف ألوانها حسب يعني توافرها، وربما يتخذ الإمام ألوانا في الرايات، كل لون يميز نوع الجيش، خصوصا بعد أن نظمت الجيوش، فمنهم الفرسان ومنهم الركبان ومنهم الراجلون ومنهم المقدمة ومنهم المؤخرة ومنهم الميسرة ومنهم الميمنة، كل ذلك يتطلب أن يكون لكل فريق ولكل نوع راية تميزه عن غيره
حتى يمكن لأتباع كل فريق أن ينتظموا مع ذويهم وفريقهم دون أن يختلطوا. وجها يعني جهة، يعني أنه يريد أن يبعث عمرو بن العاص إلى جهة من الجهات. قال الحديث رواه الترمذي. ثم قال: وعن البراء عن ابن عازب رضي الله عنه أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ قال: كانت سوداء مربعة، يعني مربعة الشكل، طولها كعرضها، من نمرة، يعني مأخوذة من قماش النمرة، وقماش النمرة قد يكون من الحبرة أو الحبرة، وقد يكون من غيره، يعني مما يتوفر. كل هذه الأحاديث تدلنا على مشروعية اتخاذ الراية وأنها من أدوات الحرب. قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا القول للشوكاني، سكت عنه أبو داود، يعني الحديث الأول. واقتصر المنذري في مختصر السنن على نقل كلام الترمذي فيه، يعني لأن الترمذي قال فيه إنه حسن، فكأنه أقر الترمذي في تحسينه. قال: وأخرجه أيضا الحاكم، أي في مستدركه، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. لكن الشوكاني لم يشر إلى إقرار الذهبي له أو لا، وظاهره أنه وافقه على ذلك حيث أقره ولم يعلق. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثاني أخرج نحوه أبو داود والنسائي. قال: وفي إسناد حديث الباب، يعني الذي أخرجه ابن عباس، يزيد بن حيان أخو مقاتل ابن حيان، أو عندكم حبان، يزيد بن حبان أخو مقاتل ابن حبان. قال البخاري: عنده غلط كثير، أي فحديثه يكون مضاعفا. قال: وأخرج البخاري هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، في تاريخه، أي في كتابه المسمى بالتاريخ الكبير، وهو غير الصحيح، مقتصرا على الرواية، مقتصرا على الراية، يعني إن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، ولم يشر إلى اللواء. قال: وحديث سماك في إسناده رجل مجهول، لأنه قال عن رجل من قومه، وهذا في الحقيقة ليس جهالة، إطلاق اسم الجهالة عليه ربما هو من باب الإطلاق اللغوي، وإلا ففي الاصطلاح يقال إنه مبهم، هو إبهام وليس جهلا وليس جهالة، لأن الجهالة عند علماء المصطلح هو الراوي الذي روى عنه واحد ولم يجرح ولم يوثق، يعني يسمى، يقال عن فلان ابن فلان، لكن هذا فلان عندما نبحث عنه في كتب الجرح والتعديل لا نجد له تلاميذ، وإنما يروي عنه رجل واحد، الرجل المذكور في السند. وكذلك هذا الرجل عندما نسأل عنه أهل العلم لا يعرفونه لا بتجريح ولا بتعديل، هذا الذي يقال فيه المجهول. وأما إذا قيل عن رجل ولم يسمى فهذا يسمى إبهام، فهو مبهم وليس مجهولا. قال: وهو الذي روى عنه سماك، ومجهول آخر، أي ومبهم آخر، وهو الذي قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن جهالة الرجل الآخر غير قادحة، يعني إبهامه، هذا الذي رأى راية النبي صلى الله عليه وسلم
يقول إن إبهامه غير قادح لأنه إذا كان صحابيا فإنه لا تضر جهالة الصحابي. وهو الذي قال رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهالة الرجل الآخر غير قادحة إن كان صحابيا، لما قررنا غير مرة أن مجهول الصحابة مقبول. وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صحابي، لأنه يمكن أنه رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ولم تثبت رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيكون الحديث مرسلا. وأما حديث جابر، قال حديث جابر أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية يحيى بن آدم عن شريك. قال وسألت محمدا يعني ابن البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرفه، أي فحكم بعدم معرفته له. لم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، فيكون هذا الحديث كما وصف الترمذي إنه غريب. قال وحديث الحارث بن حسان رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان. قال فذكره، وهؤلاء رجال الصحيح، أي فالحديث قوي الإسناد. وهذا الحديث إنما أشار إليه الترمذي في كتاب الجهاد إشارة، لأنه قال بعد إخراج حديث البراء المذكور أنه قال بعد إخراج حديث البراء المذكور ما لفظه وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يذكر اللفظ الذي ذكره المصنف ونسبه إليه. ما هو اللفظ الذي ذكره المصنف؟ قال رواه وفي لفظ قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سود وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما شان الناس؟ قال يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال رواه الترمذي. هكذا يعني قوله رواه الترمذي، هذه العبارة التي ذكرها المجد بن تيمية لم يذكرها من الترمذي. الترمذي فقط أشار إلى الحديث، قال وفي الباب عن كذا، فكأن هذه الزيادة من المجد. لكن هنا استدرك الشوكاني يقول لعل هذا الحديث موجود في طريق في مكان آخر من الترمذي وأخرجه، ولكن الشوكاني لم يطلع عليه. هذا ما أشار إليه بقوله ولم يذكر اللفظ الذي ذكره المصنف، وهو قوله رواه الترمذي ونسبه إليه، يعني إلى الترمذي، ولعله ذكره في موضع آخر من جامعه. قال وحديث البراء، قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن غريب
لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة انتهى. لكن يقول في إسناده أبو يعقوب الثقفي واسمه إسحاق بن إبراهيم قال ابن عدي الجرجاني يعني في كتابه الكامل في الضعفاء روى عن الثقات ما لا يتابع عليه، هذا في أبي أيوب في أبي يعقوب الثقفي. وقال أيضا وأحاديثه غير محفوظة انتهى. كل هذا تعليقات أوردها المجد، أوردها الإمام الشوكاني على أحاديث الباب، ثم أشار إلى أن هذه الأحاديث إلى أن هذا الموضوع جاءت فيه أحاديث أخرى. قال وفي الباب عن سلمة يعني من صخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية، قد مر بنا في حديث خيبر، ويحب الله ورسوله فأعطاها علي رضي الله تعالى عنه. وفي الباب أيضا عن يزيد بن جابر الغفري عند ابن السكن يعني أورده في صحيحه قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات الأنصار وجعلهن صفراء يعني صفراء اللون. وكذلك في الباب عن أنس رضي الله عنه عند النسائي أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المنذري وهو حديث حسن، وقال ابن القطان هو حديث صحيح. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي يعني في الكامل عن بريدة، وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى أي في مسنده، وعن أنس رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند أبي يعلى رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أكرم أمتي بالألوية يعني جمع لواء. لكن يقول في إسناده وإسناده ضعيف. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما غير ما تقدم عند أبي الشيخ بلفظ كان مكتوبا على راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسنده ضعيف أيضا. هذا ما يتعلق بمسائل الصناعة في الحديث وما يتعلق بمسائل التضعيف والتصحيح في الروايات. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة أو يورد معاني وشرح وفقه الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.